<applause> رأفت خليل بقى مين بقى رأفت خليل عشان الناس برضو اللي لسه ما تعرفتش عليه قوي صاحب هدف الاهلي الثالث النهارده في مباراه القطن هو لاعب زي ما حضراتكم شايفين نعرض من مواليد 2004 عنده 19 سنه بيلعب في مركز الجناح والظهير انضم الى قطاع الناشئين في النادي الاهلي عام 2012 بعمر 8 سنوات بينما شارك لاول مره مع الفريق الاول الموسم الماضي امام امبي تحت قياده ريكاردو سواريش لعب يعني مع النادي الاهلي حتى الان ست مباريات بواقع 138 دقيقه سجل خلالهم هدفين تلقى دعوه من نادي سبورتنج لشبونه من اجل قضاء فتره معايشه بعد مشاركته مع منتخب مصر للشباب في البطوله العربيه اغسطس من عام 2022 البطوله العربيه طبعا مش البطوله الافريقيه. طيب